بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرحب بالسادة الوزراء بهذه الجلسة. قبل أيام من الاستحقاق الانتخابي، هذا الاستحقاق اللي شكل هذه الحكومة بسبب ظروف معينة كلكم تعرفوها. هذه الحكومة حكومة جت لمرحلة لهدف واحد، هو تأسيس انتخابات نزيهة عادلة، والحمد لله وشكر أوفينا بالعهد وقمنا بتهيئة كل ظروف الانتخابات من توفير الدعم الكامل للمفوضية. وهذه الحكومة على الرغم من قصر عمرها أكثر حكومة منذ عام 2003 حتى اللحظة استضافت المفوضية في مجلس الوزراء في مجلسكم الموقر، ووفرت الدعم المالي، وفرت كل الدعم اللوجستي، وكذلك توفير الأمن الانتخابي. أنا شخصيا من اليوم راح أبدأ أشرف على اللجنة أو لجنة الأمن الانتخابي لكي نوفر الظروف الأمن الصحيح لهذه الانتخابات. وبالخصوص يجب أن نتوقف كثيرا عند بيان المرجعية الرشيدة يوم أمس عندما دعت المواطنين للمساهمة في الانتخابات وتغيير الواقع عبر الاختيار الصحيح لمرشحيهم. يجب أن نثني عن هذا الدور الكبير التاريخي اللي تعودنا عليه. في الظروف السابقة كان هناك دور كبير للمرجعية الرشيدة المتمثلة بمرجعية السيد السيستاني حفظه الله. بكل تأكيد هاي الحكومة عمرها سنة 3 أشهر، هل احنا راضين عن أدائنا؟ بكل تأكيد هناك نواقص وهناك بعض الفقرات قد تكون لم ننجح في تحقيقها، وبالرغم انه هدف حكومة هو الهدف الرئيسي هو انتخابات، ولكن حاولنا ان نستجيب لطلعات شعبنا، ان نطلع الى احتياجاتهم، واخذنا قرارات صعبة من ضمنها ورقة الإصلاح، ورقة البيضاء، وعملنا على تنفيذها لكي نصل إلى محاولات لتأسيس الخط الصحيح للإصلاح الاقتصادي والإداري الذي يحتاجه العراق. بالرغم من عمر الحكومة كما ذكرت عمرها سنة، لكن نجحنا بتجاوز كثير من الأزمات الاقتصادية وكذلك الأزمات الصحية والأمنية ومحاولات جر العراق إلى ساحة الصراعات. احنا على أبواب انتخابات قريبة، إن شاء الله تكون هذه مفصل أو نقطة تاريخية جديدة في تاريخ العراق المعاصر. وسوف نعلن الأسبوع القادم عن تشكيل لجان في كافة المحافظات تتكون من الأجهزة الأمنية تراقب أداء المرشحين، الكيانات السياسية، الأطراف، وأي تجاوزات من قبل أي طرف سيوثق ويقدم إلى المفوضية وإلى القضاء لكي نقف أي محاولات لعرقلة انتخابات أو محاولة تأثير على قرار الناخب. رسالتي للشعب العراقي أنه التهديدات، الدعوات للتزوير كلها تم معالجتها، أن لا تكون هناك إذن صاغية لهذه الدعوات أو الأطراف اللي حاولت تشتري أصوات تحت عنوان التعيينات، قطع الأراضي أو وعود خاوية لا لها أي حقيقة. أتمنى عليكم كسادة وزراء نتعاون وأن لا نعطي فرصة لأي طرف أن نستغل في الترويج في استغلال موارد الدولة أو استغلال ظروف معينة. هاي فرصة تاريخية، يجب أن نبدأ بداية جديدة. العراق يستحق، شعبنا يستحق، وعلينا أن نلتزم بالوعود اللي انطيناها شعبنا. كان عندنا لجنة خاصة بدراسة أو توصية بإصدار عفو عن فئة
الأحداث النساء والأحكام الخفيفة. كانت عندنا لجنة في مكتب رئيس الوزراء موجود بها السيد وزير عدل والسادة المستشارين. قبل دخول الاجتماع صادقت على قرارات اللجنة فيما يخص توصية إلى رئيس الجمهورية بإصدار عفو عن فئة الأحداث الأطفال النساء والأحكام الخفيفة. كل يوم قدمناه نتمنى من رئاسة الجمهورية دراسة هذا المقترح أو هذه التوصية لمساعدة هذه الفئة وإعطائهم فرصة جديدة في الحياة.